الخبر الاول اللي عدنا عن الرد المنتظر من جيش نارين بيوتي على انس وبيسان، فاللي شاف المقطع السابق يعرف شنو قال انس الشايب على جيش نارين بيوتي. فاجى الرد المنتظر وتهجمهم على مونفلوكز والمقطع الاخير. فللدخول على المقطع بخلاف ال 10000 ديسلايك اللي ماكلها، فكل التعليقات انقلبت بالانجليزي اللي هدفهم ان يجمدون المشاهدات ويضرون صاحب المحتوى. وطبعا كله مكتوب عليه جيش نارين بيوتي وخاينين من هذا الكلام. اكتبوا لنا يا حبايبي بالكومنتات شو رايكم بهذا الخبر وهل يستحقون التهجم او لا. الخبر الثاني اللي عدنا عن مفاجآت اليوتيوبر، فأول يوتيوبر اللي عدنا هو نورمار، فالنور نزل على حسابه بالانستغرام هذا الستوري اللي يقول بيه انه يوم السبت راح ينزل مقطع راح يكون خرافي، طبعا المقطع راح ينزل الساعة بالأربعة على القناة الأساسية، راح أعطيكم الستوري تشوفوها. يا جماعة الخير عم تسألوني بالنسبة لفيديو بكرة، بكرة يوم السبت ففي فيديو على القناة الأساسية، إيش رأيك أنور بالفيديو؟ شي رهيب. أنور ما كان موجود فيه ولا صور فيه أبدا. حمد كان موجود. جد خليكم جاهزين بكرة على فيديو رهيب ساعة. اما اليوتيوبر الثاني فهو انس وبيسان، فبيسان اسماعيل نزلت على حسابها بالانستغرام هذا الستوري واللي اعلنت من خلاله عن تحضيرها لمفاجآت خرافية واغاني حتكون رهيبة، وطبعا اغنيتهم هي وانس راح تنزل قريبا، فراح اعطيكم هذه الستوري تشوفوها. حبايبي واخيرا وليس اخيرا سجلنا لكم اغاني وكفرات شيء جنن. طبعا شكر خاص لاستديو ام دي محمد دقدوق، يعطيك العافيه عن جد مبدع، بكره بتشوفوا الابداع. بس ان شاء الله حتكون غنيه حبايبي، شفتوا حاسس على الغنيه عنده، بتمسح السوشيال ميديا فيها باذن الله. حبايبي والله الغنيه شيء بشل، والفيديو كليب لسه بجنن. فحبايبي راح احط لكم هون حساب محمد، الكل يدخل عليه يعمل له. الخبر الثالث اللي عدنا على انس واصاله ونزول اغنيتهم الجديده، الصراحه الاغنيه بس سمعتها فعلا فعلا رهيبه وفعلا تستحق الدعم. طبعا الاغنيه بعنوان صدفه نلتقي، اما بالنسبه لتفسير الاغنيه فحسب ما قالوا انس واصاله على تطبيق 360 انه بالبدايه اصاله كانت تتزوج شخص غير انس، وبنفس الوقت انس هو اساسا كان مرتبط ولكن فسخ هذه الخطوبه، وبعدها بالصدفه التقى ويا اصاله وبعدها خطبه وتزوجوا. طبعا الى الان مسمع الاغنيه راح احط لكم اياها بالوصف، روحوا كلكم اسمعوا الاغنيه فعلا فعلا رهيبه، والاشخاص اللي سمعوا الاغنيه يكتبون تقييمهم لها بالكومنتات اذا عجبتكم او لا. الخبر الرابع اللي عدنا عن بيسان اسماعيل والشيء الغريب اللي صار، فبيسان نزلت على حسابها بالسناب شات هذا الستوري، لكن حسب ما سمعت انه هو انحذف ورا ساعة بس تقريبا. بالنسبة للاشخاص اللي يسألون على السبب، مثل ما شايفين اكو كاس غريب، فمن الواضح انه المتابعين تهجموا على بيسان وسألوها شنو هذا الكاس، فهي حذفت الستوري على مود تخلص من الكلام، او ممكن يكون هو فعلا مشروب محرم. طبعا هي بالنهاية حرية شخصية واحنا ما لنا علاقة، ولكن هي عندها هواية متابعين صغار، وخاصة انه مكان الستوري اساسا نوعا ما غريب. على كل يا حبايب اكتبوا لنا بالكومنتات شنو رايكم بهذا الخبر. الخبر الخامس اللي عدنا عن ابو فلا وليش صار يبكي، فابو فلا نزل على حسابه بالانستغرام هذا الستوري واللي كان يبكي بيه، ولكن يا حبايب هذا البكاء كان بكاء فرح لانه قدر يوصل لهدفه، فهو كان فاتح بث مباشر يجمع بيه تبرعات من الناس، وب 50 دقيقه بس جمع 50000 دولار، فنزل شويه ستوريات كان يشكر بها المتابعين ويبكي بيها، راح احط لكم اياها شوفوها. يا جماعه الله يجازيكم بألف خير، ب 50 دقيقة يا جماعة جمعنا 53000 دولار، وتكلف بعلاج بإذن الله الواحد الأحد 409 ب 50 دقيقة. اعذروني اللي قاعد أبكي لأني صارت أشياء بالبث يعني ما قدرت أتحمل يعني، شكرا لكم. الله يجازيكم ألف خير أنتم، إي نعم أنتم، الله يجازيكم ألف خير، تواجدكم بالبث دعمكم، كل واحد تبرع كل واحد. بس والله هنا وصلنا لنهاية المقطع، اتمنى المقطع عجبكم، لا تنسوا تحطوا لايك، تشتركوا بالقناة، تشاركوا فيها زي مقاطع مملكة القصص، وبس مع السلامة.